السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم معنا في ملفات إريتريا. دور الإسلاميون في المعارضة الإريترية، تختلف المعارضة الإريترية في توجهات السياسية والأيديولوجية، لكنها تتفق على دعوتها لتغيير نظام الحكم في البلاد. وقامت نظام حكم يؤمن بمفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بما يحقق الاستقرار والرفاهية للشعب الإريتري. نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في ملف هذا اليوم، دور الإسلاميون في المعارضة الإريترية. ونحيي معنا ضيفينا في عضوي شورى الحزب الإسلامي، الأستاذ عبد الكريم مصطفى، أيضا الأستاذ محمد نور كراني. ونرحب بمشاهدتكم ملف هذا اليوم. رحب بكم أستاذ عبد الكريم وأستاذ محمد نور في ملف هذا اليوم، ونقول لكم الحمد لله على سلامتكم أيضا وجودكم معنا، جئتم من السويد، أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ عبد الكريم، أتوجه إليك لهذا السؤال. الحزب الإسلامي الإريتري العدالة والتنمية كما يعرف نفسه في الميثاق المنشور بكل اللغات العربية والتجرينية والإنجليزية، يعني نريد أيضا تعريف منكم لهذا الحزب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة الحوار للاستضافة، ونشكرك شخصيا حقيقة، هذه سابقة في الإعلام الإريتري بالذات إذا قلنا المعارض، يعني بهذه الجودة وبهذه الإمكانية حقيقة يعني. وبرنامجكم هذا حقيقة وجد صدى واسع جدا، ونرجو لكم التوفيق إن شاء الله. طبعا الحزب الإسلامي الإريتري هو امتداد لمجاهدات المسلمين في إريتريا، أو بشكل عام الحركة الإسلامية الإريترية يعني. أنت تعرفي في الأربعينات كانت الرابطة الإسلامية هي الوجه الحقيقي للقضية الإريترية ولتوجهات الإريتريين بشكل عام يعني. فإذا قلنا الرابطة الإسلامية اللي كانت تنادي بالاستقلال، وهي كانت أغلبية من المسلمين، فالحزب الإسلامي يعتبر امتداد لهذه الجماعة ولهذه الرابطة. يعني هو حزب ينتمي إلى إريتريا، حزب وطني بدأت مجاهداته من أيام جبهة تحرير إريتريا بتوجهه الوطني يعني. نعم. عندما كانت في داخل جبهة تحرير إريتريا كثير من القوى الإريترية، لكن كانوا الإسلاميين هم توجههم توجه وطني، ما كونوا أحزاب ولا كونوا مجموعات أو جماعات يعني. فالحزب الإسلامي بشكله العلني ظهر في الثمانينات، يعني بشكله المنظم ظهر في الثمانينات بمنظمة الرواد المسلمين الإريتريين. لكن قبله طبعا في سبعينات، منتصف السبعينات، كانت الحركة الإسلامية الإريترية أيضا من شباب وطلاب الجامعات السودانية، يعني كانوا أيضا إسلاميين وإريتريين يتحركون، لكن يعني بوجههم العلني يعني ظهروا بمنظمة الرواد المسلمين الإريتريين. ثم تطورت هذه الحركة الإسلامية إلى حركة الجهاد في 88، كما الناس كلها يعني، وهي مدرستين، المدرسة الإخوانية والمدرسة السلفية. فالحزب الإسلامي الإريتري هو امتداد فكريا، وهذا مهم يعني، هو فكريا هو امتداد فكر جماعة الإخوان المسلمين، باعتبار أنه الذي أنشأوه والذي تأثروا به هم كانوا طلاب في مصر، وتأثروا بفكر الإمام حسن البنا، وجزء منهم أيضا يعني شارك في كتائب الإخوان في فلسطين يعني. وأتوا إلى الثورة الإريترية، وأيضا واصلوا نضالاتهم في داخل الثورة الإريترية. فهو أيضا هو امتداد لفكر حركة الإخوان المسلمين يعني. ثم تطور في مؤتمراته من حركة الجهاد إلى حركة الخلاص، ثم في المؤتمر في سنة 2004 إلى الحزب الإسلامي الإريتري والعدالة والتنمية. هذا تقريبا بشيء مختصر. طيب أستاذ محمد نور كراني، هناك أيضا أسماء يعني خلدت وكانت امتداد، يا ليت تذكر لنا من هؤلاء الأسماء الذين أيضا كانوا الامتداد لهذا الحزب الإسلامي. نعم، من الأسماء حقيقة اللي أنشأت الحركة الإسلامية الإريترية
من الكبار موجود الشيخ محمد اسماعيل عبده الله يرحمه، كان يعني في داخل جبهة تحرير إريتريا وكان يمثل جهاز القضاء فيها، وهو أيضا كان درس في مصر وأيضا من انتمى في الإخوان المسلمين، ثم التحق بالثورة الإريترية. أيضا الشيخ حامد صالح تركي من الشباب الله يرحمه، سأل حالي صالح وأول خير مصطفى، والأستاذ علي محمود الآن اللي يمثل من القيادة في المكتب علاقات خارجية والسياسية الأمانة السياسية كان في الفترة السابقة، وأيضا موجود في ضمن طاقم القيادة في هذه المرة الشيخ خليل محمد عامر، والشيخ عرفة محمد أحمد اللي كان أول أمير لحركة الجهاد الإسلامي الإريتري. فحقيقة أسامي الحركة أبناء الحركة كبيرة الإسلامية جداً كثيرة، ولكن خفية يعني نتمنى شر أستاذ محمد نور، إلى أي مدى كان لهم تأثير على يعني استمرارية هذا الحزب الإسلامي؟ نعم، حقيقة الحركة الإسلامية يعني كثير من التحديات اللي واجهتها، مثلا لو رأينا الشيخ حامد تركي والشيخ محمد إسماعيل عبده في داخل جبهة تحرير إريتريا كان يمثل هذا الهم الإسلامي يعني، ولهذا الهم أيضا ويعني اعتقلوا في داخل الجبهة وعانوا لسنتين أو أكثر في داخل سجون الجبهة، ثم كان أيضا الشيخ سعيد حسين اللي كان أول فدائي كان يعتبر من أبناء الحركة الإسلامية بالذات الإخوان المسلمين، وعندما خرج من السجن ووجد أن الجبهة تغيرت في كثير من أفكارها وكثير من توجهاتها، بالتالي هو حاول أن يخرج بعمل مسلح، وهذا أيضا اختلفوا فيه المشايخ معه أن لابد أن احنا نحاول إصلاح من الداخل. فحقيقة الحركة الإسلامية جاهدت كثير يعني، وأيضا حتى اللي كان الطلاب واللي كان في داخل السودان أيضا كان عندهم محاولة التركيز في تربية جيل جديد ناشئ يحمل الهم الإسلامي والفكر الإسلامي المعتدل والهم الوطني الإريتري بشكل عام، بحيث إريتريا لا تنجرف خارج عن إطار مكونات الحقيقية، سواء كانت المكونات الدينية المكونات الثقافية امتدادات التاريخية، سواء كان المنطقة العربية وأفريقيا. هذا الهم حقيقة حملته الحركة الإسلامية ولا زالت تحمله حتى الآن، وكونت له بفضل الله تعالى جيل. طيب أستاذ مصطفى، يعني الآن نصل إلى يعني أنتم أعضاء شورى بالحزب الإسلامي للعدالة والتنمية، يعني ماذا يختلف حزبكم عن باقي الأحزاب المعارضة؟ ما هي الرؤية رؤيتكم يعني المختلفة؟ أيضا يعني من ضمن السؤال يعني أهدافكم أيضا في هذا الحزب؟ نعم، هو حقيقة طبعا هناك أحزاب إسلامية كثيرة في إريتريا. نعم، اللي نحن طبعا في رأيي اللي نختلف فيه عن الآخرين هو رؤيتنا لعدة قضايا. أول فكرنا، هناك في مدرسة إخوانية أيضا في مدرسة سلفية، نحن نتبع للمدرسة الإخوانية فكريا في يعني برنامجنا التربوي، في رؤانا السياسية لكثير من القضايا، لقضية المرأة، لقضية الديمقراطية، رؤيتنا للديمقراطية، يعني لرؤيتنا أيضا للوحدة الوطنية، نحن ومواقفنا أيضا كحزب إسلام، مواقفنا أيضا وتعاملنا مع الآخرين، مع الآخر، مع الشعب الإريتري بشكل عام، الثنائية الموجودة في إريتريا، تعاملنا مع التنظيمات الإريترية، تاريخنا ومجاهداتنا ومواقفنا أيضا تختلف تماما يعني. يعني مثلا يعني أيوة نعم، مثلا أضرب بمثال، نحن الآن في كل مراحلنا مثلا قضية المرأة مثلا يعني. نحن الآن في المؤتمر في 2004 المرأة كانت تمثل 10% من مجلس الشورى. مجلس الشورى كان يتكون من 41 شخص يعني، يعني كان عندنا 4 أخوات، وهذا بالمناسبة قد يعتبر قليل يعني، لكن بالنسبة حتى للتنظيمات العلمانية قد لا تجد هذا العدد يعني، أو تجد عدد مقارب صحيح مثلا يعني. صحيح. الآن نحن في المؤتمر الأخير يعني العدد تضاعف، الآن عندنا في مجلس الشورى من 51 8 أخوات يعني، في كانت في تمييز إيجابي للأخوات يعني، هو هذا فقط أنه للأخوات، وأيضا الطلاب أعطوا برضو 15% اللي هم 8 يعني، معناته الحزب في تكوينه الآن، والآن من 41 إلى 51 يعني، الحزب الآن 51 في مجلس الشورى، من 51 50 شخص يعني تقريبا نستطيع نقول من الجيل السابق خرجوا من الشورى ودخلوا كلهم شباب الآن يعني. فأيضا تجديد الدماء، تجديد الـ يعني برضو موجود في هذا الحزب، والتوارث موجود أيضا، ما زالوا أيضا بعد الخبرة اللي عندهم زي الشيخ حامد وآخرين أيضا موجودين يعني في الحزب يعني. نحن الآن مثلا في قضية المرأة عندنا يعني رأي واضح،
وقد لا نجد في الحركات الإسلامية. نعم. قد يكون ما هو عندهم رأي الوضع؟ يعني قد يكون عندهم رأي واحد، لكن في الممارسة نعم. أعتقد في المرأة لابد أن احنا مقتنعين أنه المجتمع مكون من الرجل والمرأة، يكون لها دور يعني. نعم، ويكون لها دور أساسي وأيضا فعال وأيضا يعني مرئي، حتى تتطور معنا أيضا مع الرجل في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في المجال، في كل المجالات يعني، ونؤهلها وتؤهل ونؤهل سويا يعني من خلال آليات ومؤسسات الحزب يعني. وأيضا مواقفنا مع في التنظيمات السياسية، من حيث نحن مثلا في طيلة مسيرة المعارضة الإريترية، يعني احنا كنا ننادي بأنه يعني رؤيتنا للوحدة الوطنية ما نقول تختلف عن الآخرين، لكن نسبق الآخرين أيضا دائما بنداءاتنا، بتوجهاتنا، ببياناتنا، أنه فعلا ليس الأمر الآن مسألة سلطة. الآن المعارضة الإريترية الآن لا تتصارع في سلطة، لكن نحن في الحزب الإسلامي من الناس المكونين مثلا للتحالف من سنة 99. أولا قبله نحن دعينا إلى تكوين تحالف ثلاثي مع تنظيم عبد القادر الجيلاني وجبهة التحرير الإريترية عبد الله إدريس، ونحن كنا في الوقت ذاك يعني ثلاث تنظيمات. ثم هذا تطور في سنة 99 إلى تكوين التحالف الإريتري من 9 تنظيمات يعني. فالحزب الإسلامي لعب دور كبير فعلا، ومع أنه كان هناك تنظيمات حقيقة كانت يعني تقول للإسلاميين لا تريد أن تجلس مع الإسلاميين، لكن كنا نحن يعني دائما نقول ما نقول دول العلمانيين هم يعني لابد أن نجلس، هؤلاء يؤمنوا بالديمقراطية، نحن لا نؤمن بالديمقراطية. كان آراءنا من 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 وقت مبكر جدا كان فيها وضوح رؤية. مسألة الديمقراطية عندنا محسومة، إن هي آلية من آليات المفترض أن احنا يعني نعترف بها، وهي آلية أصلا لاختيار ممثلي الشعب. مسألة المرأة محسومة عندنا، المرأة لابد أن تأخذ دورها. مسألة مواقفنا في الوحدة الوطنية يعني لابد أن إريتريا هذه لابد كلنا نسعى في أنه فعلا يعني أن نكون شركاء فيها يعني. طيب شيء جميل. طيب أستاذ محمد نور، يعني أريد أن أفهم أكثر يعني ونتعمق أكثر أيضا بالرؤية الكاملة لهذا الحزب، وأيضا يعني نريد أن نفهم برامج هذا الحزب للتغيير. الحزب الإسلامي طبعا عند يعني يعتمد كل الوسائل الممكنة للتغيير يعني. ومن الوسائل اللي يعتمد عليها اللي ذكرها أخ عبد الكريم هو إريتريا لابد أن يعني تعتمد مسألة الحوار الوطني حتى تصل إلى قناعات مشتركة، إلى عقد الاجتماعي لنحقق مجتمع السلام والديمقراطية في إريتريا يعني. من أجل هذه الوسائل يعني بدأت الحركة الإسلامية حواراتها، سواء كانت الداخلية وسواء كانت أيضا مع التنظيمات القريبة لها في الفهم في بعض الأمور، ثم توسعت إلى أن وصلت إلى المجلس الوطني، وأن كل المعارض الإريترية تكون في بوتقة واحدة، واللي يحكم حسم الخلافات اللي موجودة بين هذه التنظيمات وهي أن تكون الشعب الإريتري، وبالتالي هذا الشعب لابد أن يتمكن من السلطة، ولابد أن يعي، ولابد أن تحقق له هناك مجموعة من الآليات اللي يحقق من خلالها، سواء كانت في الانتخاب، انتخابات المجالس، حرية الإعلام، كثير من قضايا المؤسسات الديمقراطية هذه، أن دولة المؤسسات والقانون لابد أن تحقق في إريتريا. حقيقة هذا الهدف اللي يسعى لتحقيقه في الحزب الإسلامي مع يعني كل التيارات الوطنية الموجودة، ويدفع في هذا الاتجاه. طيب مع يعني في ظل يعني وجود هناك أكثر من كيان إسلامي واختلاف الأطياف والأديان في إريتريا، يعني كيف تتعاملون أيضا مع كل هذه الكيانات مع بعضها البعض ومع الطرف الآخر؟ نعم، هو الحزب الإسلامي حقيقة ليس عنده إشكالية، أول يؤمن بالتعددية سواء كانت الفكرية أو الدينية أو الثقافية اللي موجودة في إريتريا، وإريتريا مجتمع متعدد بهذا التنوع، وهذا التنوع يثري إريتريا ولا يكون إشكالية بالنسبة لأن الناس وعت وتفهمت هذا الواقع الإريتري يعني. ولهذا الحزب الإسلامي عمل تحالفات مع تنظيمات المعارض إريتريا كلها، أيضا عمل تحالف ضمن الجبهات سماها جبهة التضامن اللي فيها 4 تنظيمات كانت موجودة، حوارات داخلية عنده أيضا مع الإسلاميين سواء كان المؤتمر الإسلامي أو حركة الإصلاح، وفي كل دوائر هذه لا ينسى الهم الوطني ولا ينسى الهم الإسلامي أيضا يعني. يريد من جهة أن المسلمين يكونوا في إطار موحد، أن يكون المسلمين أيضا تكون رؤيتهم موحدة لكثير الإشكاليات اللي قاعد تواجههم وتحديات اللي قاعد تواجههم، ومن جهة أيضا لا ينسى الهم الوطني، وبالتالي لابد أن تكون توازن بين هذه الدوائر المتعددة اللي مكونات إريتريا يعني. هل وجدتم تجاوب مع المسيحيين أيضا؟
حقيقة من الأحزاب في الواقع العمل الآن، يعني من الأحزاب اللي تجد احترام في الساحة الإريترية حتى من قبل الإخوان المسيحيين هو الحزب الإسلامي، لأنه ليس شعارا لكن وجدوه عمليا. هذا الحزب لم يسعى في التحالف أن يتصدر رئاسة التحالف، لأنه رأى أن هذا قد لا يخدم المصلحة الوطنية في هذه الآنية، وقد مر من مرات أحد الزعماء المسيحيين في المجلس الوطني أيضا اللي كان عقد في إثيوبيا مؤخرا، وأيضا كان عنده هذا الموقف، قال صراحة للجماهير اللي كانت موجودة والإخوة اللي احتكوا بقيادة الحزب الإسلامي يشهد بذلك، قالوا نحن لا نريد أن نصارع الآن في حكم ولا في السلطة، لكن نريد أي شخصية تتفق عليها الجماهير تخدم مصلحة الوطن نحن باستعداد على أن ندعمها. وتوجه في هذا التوجه الحزب الإسلامي الآن من ضمن القضايا اللي خرج بها مثلا موقفه من التحالف الوطني، جمد عضويته في المكتب التنفيذي لأنه رأى التحالف ومجلس الوطني برأسين قد لا يخدم المصلحة الوطنية. في حقيقة الحزب قد يأخذ خطوات اللي يرى أنه لابد أن تخدم الهام الوطني. أستاذ عبد الكريم، يعني نرى أن هناك دائما تخوف من مسمى الحزب الإسلامي بشكل عام، وخصوصا تحت ظل النظام الإريتري. يعني كيف تتعاملون أيضا في تغيير هذه الرؤية الفكرية لدى الجميع وخصوصا المسيحيين والأديان الأخرى، يعني توضيح فكرة الحزب الإسلامي كلمة المسمى الإسلامي؟ نعم نحن بتجي حقيقة طبعا هذه إشكالية من الإشكاليات، يعني بالذات الطرف الآخر لما يشوف الاسم ما يركز على البرنامج. يعني عادة الأحزاب يعني بغض النظر هي إسلامية علمانية، هي مبنية على برنامج. يعني والأحزاب أصلا يعني مهمتها هي أصلا برنامج، يعني خدمية، هي سيرفيس في النهاية. يعني عندها رؤية في التعليم هو خدماتية، رؤية في الاقتصاد في النهاية خدمات، رؤية في المرأة هي خدمات، رؤية في موضوع الطفل كيف يربى كيف كذا، هي كلها في النهاية بغض النظر عن المرجعية في النهاية كل أحزاب لها برامج هي برامج خدمية. فأنت مثلا يعني تريد أن تناقش الآخر، تقول يا أخي أنت شوف البرنامج، قد ينفع المسيحي وينفع المتدين وينفع الغير المتدين، يعني وينفع الإريتري وغير الإريتري، شوف برنامجي. لكن الاسم أصبح من الإشكاليات، لكن من خلال الممارسة كما قال أخونا محمد نور كراني نحن أثبتنا أنه فعلا الاسم، يعني نحن الاسم يعني حتى في داخل الحزب الإسلامي هناك عدة آراء، يعني لكن الأغلبية رأت أنه نحن الآن يعني يبقى هذا الاسم موجود، الحزب الإسلامي موجود. في آخر مؤتمرنا كان في نقاش يعني ودائر، ونحن بطبيعتنا حزب شوري وحزب مؤسسي، يعني قد تكون في كلمة أو كمان برنامج نحن نناقشها بشكل صريح يعني، ولكن في النهاية الأغلبية هي يعني اللي، لكن بالممارسة نحن حقيقة يعني وجهنا التنظيمات العلمانية، وجهنا الطرف الآخر بأنه يرانا نحن في صدقنا في برنامجنا في تعاملنا مع الآخر، رأى فعلا أنه للإسم ليس له قيمة كبيرة وإنما في البرنامج من خلال المعاملة. يعني ماذا قدمتم؟ عفوا في هذه في الاسم يعني لو سمحتي تفضل. نعم، يعني هو حقيقة أول الحزب الإسلامي ليس عنده إشكالية مع الاسم، لأنه كان هو حركة الجهاد ثم غير حركة الخلاص ثم الحزب الإسلامي، فهذه ليس إشكالية. يعني أيضا في الفهم اللي عندنا أيضا انطلاقة هي المشكلة، نحن ننطلق من منطلقات إسلامية، ذي الاشتراكيين ينطلقوا من منطلقات اشتراكية أو الشيوعيين في نفس الشيء، فأعتقد الناس تفهم هذه القضية. ولو رأى الحزب الإسلامي في مرحلة مراحل أن يغير اسمه قد لا تواجه كثير مشكلات. طيب، لأن نتعود على هذه القضية المسألة. هي يعني المحورية هي ماذا قدمتم للشعب مقارنة بالأحزاب الأخرى على أرض الواقع؟ نحن يعني كما أسلفت أنه نحن الآن في مرحلة معارضة، مرحلة يعني استثناء، أنه نحن في دول المهجر مشتتين المعارضة الإريترية كلها، ما في دولة الآن تستقبل المعارضة الإريترية بشكل عام. يعني حتى السودان اللي فيها أكثر من 700 ألف أو 800 ألف لاجئ، نحن الآن ما نستطيع سياسيا نعمل في 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 السودان يعني. ولكن تحظون انتم يعني بحفاوه وترحيب في مصر وتونس وايضا مؤخرا تركيا من خلال المؤتمرات والزيارات التي قمتم بها، وهذه ابواب فتحت بعد الثورات العربيه يعني. ولا بد ان نحن كحزب اسلامي سنستفيد منها ان شاء الله. وايضا ليس فقط لحزبنا فقط بل للمجلس الوطني، يعني احنا في كل زيارات شيوخنا وقياداتنا كانوا يتحدثوا قبل الحزب الاسلامي عن الـ عن الـ عن, الـ عن الـ الكيان اللي وصلت إليه المعارضة الإريترية، وهو فعلا هذا الكيان اللي وصلناه من سنة 88 إلى 2012 المجلس الوطني. يعني الآن على أرض الواقع ماذا قدمتم على أرض الواقع للشعب الإريتري المنكوب
اللاجئين في السودان ويعني في كل القضايا. نحن حقيقة أنا عندي نعم أنا يعاني منها الشعب الإريتري. نعم نحن حقيقة عندنا مساهمات. نعم. يعني ممكن أذكر جزء منها مثلا صحيح. الحزب يساهم عبر واجهات مختلفة في دعم اللاجئين. نعم. في كفالة الأيتام، في التعليم، في إغاثة، في قوافل صحية وأضاحي. نعم. مثلا عندنا عدد من الأيتام ورابة 4500 إلى 5000 يتيم يعني. نعم. أين؟ في السودان. هذا كله أتحدث عن السودان. نعم. لأنه في السودان يعني من سنة أكثر الكوارث الإنسانية. من 67. نعم. اللجوء هناك والمعاناة أكثر هناك. صحيح. يعني في السودان يعني. صحيح. المدارس المدعومة أساس وثانوي نحو يعني 4217 طالب وطالبة عندنا. نعم. في المدارس عدد الطلاب القسم الداخلي سكن وإعاشة للمرحلة الثانوية عندنا في حدود 520 طالب. نعم. عدد الطلاب الجامعيين المستفيدين من الكفاءات والسكن حاليا عندنا مثلا 283 طالب وطالبة. نعم. عدد الطلاب الذين تخرجوا في الجامعات في التخصصات المختلفة بمنح وفرها لهم الحزب. نعم. يعني قرابة 4000 طالب يعني. يعني هؤلاء الناس 4000 طالب الآن إريتريين تخرجوا، وبعضهم أيضا وفروا لهم في ماليزيا وفي الهند. نعم. وغيرهم. نعم. يعني هل هذه تقدم إلى كل الشعب الإريتري؟ طبعا طبعا. الحزب في معسكرات اللاجئين في المدن وفي. نعم. كل مقاعد اللي يقدمها. نعم. لا يقول هذا من الحزب الإسلامي ولا يقول مسيحي ولا يقول مسلم يعني. نعم. هو يقدم بشكل عام لكافة. نعم. وعندنا إثبات. نعم. على ذلك يعني، لأنه دائما الإريتريين نحن نتهم دائما كل ما نقدم خدمات. نعم. يعني تتهم أنه لا قدمت لحزبك أو لجماعتك أو لقبيلتك يعني. ونحن مستعدين يعني كيف يتوجه لكم يعني الإريتري أو الإريترية اليوم لهذا الحزب لي يعني الاستفادة من هذه الإعانات أو المعونة؟ موجودين يعني في السودان، موجودين في الخارج. مكاتب. نعم نعم. متابعة. نعم نعم. هي مؤسسات منظمة. نعم. ومؤسسات مسجلة يعني. هذا جزء حقيقة أنا لم أذكر كل الخدمات اللي يقدمها الحزب الإسلامي أو اللي قدمها من سنة السبعينات إلى. نعم. الآن يقدمها. نعم. في معسكرات اللاجئين بالذات في السودان، هو مركز في السودان يعني. شيء جميل. طيب أستاذ محمد نور كران، يعني خرجتم من المؤتمر الأخير بعدة مخارج، ليت أيضا تذكر لنا هذه أو أهم المخارج من هذا المؤتمر. نعم. أهم المخارج هو دعم الخيار الديمقراطي في إريتريا. نعم. دعم توحيد المعارضة الإريترية ورأها من أجل تخليص هذا الشعب. نعم. بأسرع ما يمكن بكل الوسائل الممكنة بكل الطاقات المتاحة من أجل إريتريا. لابد أن تجد الأمن والاستقرار. نعم. والشعب الإريتري لابد أن يرتاح من هذه المعاناة التي وصل إليها، حتى وصل في مرحلة أن شبابه الآن يختطف ويباع. نعم. كقطع قيار في سيناء وفي غيرها، وبالتالي لابد أن نوحد مجهودنا وطاقاتنا وندعم المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي حتى يحقق كمعارضة إريتريا موحدة أن يكون هو البديل الشرعي لإريتريا أن تنعم بسلام. وأيضا اللي ذكر أخ عبد الكريم هو أيضا إشراك الشباب في ليس فقط في القيادة التحتية، لابد أن يشاركوا في الشورى ويساهموا في اتخاذ القرار. إشراك أيضا المرأة. نعم. بنسبة مقدرة 15%. نعم. وبالتالي أيضا من ضمن الأشكال 15 مقعد للمرأة يعني 15% 8 مقعد يعني من 51 يعني. نعم. الشباب والمرأة الآن عندهم 16 مقعد تقريبا من الإثمون، إحنا طبعا ما داخلين من ضمن. نعم. الشباب يعني. نعم. يعني أيضا من ضمن النقاط اللي وقفنا عليها أن أيضا الحزب في المرة الماضية ده واجبه وده دوره أن كان يركز في رفع معاناة الإنسان الإريتري في المناطق اللي سواء كان في الجانب الصحي عبر القوافل الصحية أو التعليم وكذا. أيضا قلنا نحن هذا يعني جزء من علاج المشكلة، لكن المشكلة الرئيسية هي الإنسان الإريتري لابد أن يعود إلى أرضه. نعم. وبالتالي الحزب كحزب سياسي لابد أن يركز في القضية الاستراتيجية الكبيرة، هي أن يحل المشكلة من جذورها. وبالتالي لابد أن نحن أن نعمل توازن بين الخدمات اللي نقدمها وتأخذ جزء من طاقاتنا وهمنا السياسي بحيث نحل مشكلة الرئيسية. نعم. ولا بد أن نركز في هذه المرحلة هذا في الجانب الإعلامي في الجانب العلاقات بحيث أن احنا نسقط هذا النظام الموجود في إريتريا ونوجد بديل ديمقراطي ودولة المؤسسات والقانون في إريتريا. شيء جميل. أستاذ عبد الكريم، يعني هناك الكثير ظهر أنه يعني يقال في هذا الحزب، يعني أنتم داخل تحالفات المعارضة من قبل في التحالف الوطني. نعم. واليوم بالمجلس الوطني، ما هو الدور الذي تلعبونه به كحزب يعني؟ نعم، هو نحن كحزب إسلامي لعبنا دور من في تجميع المعارضة الإريترية. نعم. وأنا طبعا ذكرت بعد من هذا الكلام أنه في البداية. نعم. من سنة 96 نحن نسعى في توحيد هذه المعارضة الإريترية يعني. نعم. والحمد لله نحن عبر آراء وعبر دراسات وعبر تقارير وعبر برامج توصلنا إلى أكبر كيان. نعم. يعني هو المجلس الوطني، ونحن نعتبره
يعني خصوصا انا اشتركت من 2010 يعني في الملتقى وفي وكنت في عضو المفوضيه الوطنيه اللي حضرت لهذا المؤتمر واشتركت ايضا في المؤتمر، فاعتبره انجاز كبير بالنسبه للمعارضه الاريتريه، وهذا الانجاز نعتبره كبير لانه يعني اذا نريد ان نتراجع الان عن هذا الانجاز يعني قد لا نحقق في المستقبل يعني. والاريتريين من اصعب شيء انك تجمعهم في مكان واحد، صحيح. من اصعب شيء انهم تجمعهم في مكان واحد ولهدف واحد يعني. فالان الكيان هذا اللي اسسناه والتحالف لعب فيه دور كبير، هو المجلس الوطني، الحزب الاسلامي لعب فيه دور كبير من حيث الاوراق، من حيث اختيار القيادات، من حيث التوجه، من حيث البرنامج، وبصماته واضحه في الحزب الاسلامي يعني. نعم، ولكن يعني استاذ عبد الكريم، يعني انتم الان نصف عضويه بالتحالف الوطني، لماذا؟ نعم، نحن حتى هذه النصف العضويه حقيقه نعم. لا, لا لا يعني ما راضين عنها. نحن نريد ان نكون يعني اعضاء كاملين في المجلس الوطني. المعارضه الاريتريه في الاصل لابد ان يكون عندها يعني كيان واحد يمثلها، وهو المجلس الوطني الاريتري، لانها نفس الاوراق التي نوقشت في التحالف، يعني نفس الاشخاص الموجودين في التحالف كلهم نقلناهم من محطه نعم. الى محطه اكبر. فالرجوع الى التحالف الان ليس له ابدا مبرر. فلذلك الحزب الاسلامي الان من خطواته يعني في هذا المؤتمر، واليوم نحن طبعا يوم 12 اعتقد بعد بكره نعم. بعد بكرة حيقام المؤتمر التحالف يعني نعم. نحن الآن ماشيين في اتجاه أنه فعلا طيب. نبقي التحالف كجهة استشارية نعم. ونتفرق تماما للمجلس. طيب، شيء جميل. أستاذ عبد الكريم، أستاذ محمد نور كران، رح نتوقف لأخذ فاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم سوف نعود لنواصل ملف هذا اليوم من ملفات إريتريا، دور الإسلاميون في المعارضة الإريترية. كونوا معنا. حيكم مرة أخرى مجددا مشاهدينا الكرام، ملفات إريتريا، دور الإسلاميون في المعارضة الإريترية. نحييكم ونحيي كل مشاركاتكم على الأرقام التي سوف تشاهدونها على الشاشة، ونرحب أيضا بضيفي الكرام الأستاذ عبد الكريم والأستاذ محمد نور. أستاذ عبد الكريم، قبل الفاصل احنا طبعا استوقفنا عند فكرة التحالف الوطني، وذكرنا أنكم أنتم نصف عضوية تقريبا، ويعني كنت تتحدث عن الأسباب وأيضا الأمور التي تستكمل فكرة المجلس الوطني والتحالف الوطني يعني برؤيتك نعم. الآن هو حقيقة نحن ما أريد أوضحه هنا نعم. باعتباري زي ما قلت في الجواب أنه نعم. أنا كنت عضو مباشر من 2010 نعم. يعني نحن ما هي التحالف؟ ما هو التحالف؟ هو تحالف بين 11 تنظيم نعم. عبر يربطه ميثاق نعم. هذا التحالف كون مجلس ووسع في اوراقه نعم. يعني مثلا الان كان عندنا بس فقط ميثاق يربط 11 تنظيمات، الان من خلال هذا المجلس اول حاجه يعني زدنا اكثر من 60 جمعيه مدنيه نعم. يعني وسعنا المعارضه الاريتريه، يعني المعارضه الإريترية مثل فيه الشباب، مثلت فيه المراه، هذا ما يعني لم يوجد في التحالف نعم. كانت هناك مسودة الدستور الإريتري، يعني عملنا مسودة في المفوضية الإريترية، عملت مسودة نعم. عملت خارطة الطريق اللي هي توضح الرؤية الكاملة نعم. من المعارضة إلى المرحلة الانتقالية في إريتريا يعني. عملت النظام الأساسي للمجلس نعم. إذن هناك تطور نوعي حتى في الأوراق، حتى في مشاركة الجماهير الإريترية من مرأة ومنظمات مجتمع مدني يعني. فالرؤية واضحة هنا يعني نعم. فالتراجع الآن، التحالف ليس له الآن لزوم أبدا يعني. أنت الآن نقلنا نحن من ورقة واحدة، عملنا 4 أوراق رئيسية وممكن تكون ضمانة على الأقل في المرحلة الانتقالية نعم. الناس فعلا، ومن ضمنهم أيضا الناس اللي كونوا التحالف ناس أساسيين يعني. بس ليس فقط هذا، اللي قادوا المجلس الوطني الآن في الدورة الأولى والآن آخر دورة هم التحالف كلهم. رئيس المجلس رئيس الهيئة التنفيذية هو الدكتور يوسف، هو من التحالف، أو على الأقل الآن خرجوا، هم تنظيمه كان من التحالف. مسؤول علاقات خارجية هو من التحالف نعم. مسؤول الإعلام هو من التحالف، كل المسؤولين هم من التحالف. فإذا يعني المبرر اللي يقول أنه لا بد أن وجود تنفيذيتين رأسين في المجلس أو في التحالف، هذا لا مبرر له. هذا هو قتل للمعارضة الإريترية، قتل للمجهود اللي بذلناه في خلال 4 سنوات أو 5 سنوات، قتل لمعنويات الشعب الإريتري اللي فعلا أعطيناه أمل نعم.
أعطيناه أمل. نحن سبقنا الثورات العربية في تكوين هذا المجلس أو في تفكير تكوين هذا المجلس. يعني إذا نحن الحزب الإسلامي لن يتراجع، لأنه هذه مسؤولية، مسؤولية الشعب، لن يتراجع أنه الآن إلى أنه المعارضة الإريترية تمشي برأسين. نحن الآن اللي يمثل الكيان المعارضة ويمثلنا بضعفه، أنا أعترف أنه هو ضعيف لم يعمل شيئا، ولكنه موجود، هذا الكيان موجود، يمكن أن نحسنه، يمكن أن نطوره، ولكن هو الذي يمثلنا. والشعب الإريتري الآن لا يذكر التحالف، على الأقل في الخارج لن نسمع الآن واحد يتحدث عن التحالف، بل يقول لنا يا أخي أنتم أعضاء مجلس ليش ما تشتغلوا، يا أخي ليش ما عملتوا، أوراقكم وين، وهكذا يعني. فنحن كحزب إسلامي رؤيتنا واضحة، نعم عملنا في التحالف، عملنا في القضايا الوطنية، ورؤيتنا أيضا الآن هي في مشي إلى هذا المؤتمر وإنجاح مؤتمر المجلس وتكوين قيادة فعلا قوية فاعلة تفعل هذا الكيان يعني. ولكن هل يعني صحيح أن المجلس إلى هذا اليوم إلى هذه اللحظة لم يقدم شيء؟ هو لم يقدم شيء، لأنه الناس اللي كونوه، أنا أتحدث يعني برأيي باعتبار أنه أنا زي ما قلت لك كنت في كل المراحل، يعني التحالف نفسه اللي كون هذا المجلس هو أكبر عائق لعدم فعالية هذا المجلس يعني. وهذه أكبر إشكالية. يبقى الإشكاليات الموجودة في أطراف أخرى أيضا، في أطراف إقليمية، في أطراف دولية، في أطراف ذاتية موضوعية ما خلت التحالف يعني. لكن السبب الأخير، السبب الأساسي في رأيي، السبب الأساسي هم التحالف الذي أنشأ هذا المجلس، هو الذي يعني عطل في هذا المجلس في أنه لا يعمل. طيب أستاذ محمد نور، يعني لو أردنا التوضيح أكثر وب يعني صورة أكثر اقترابا، يعني ما المطلوب؟ نعم، هو المطلوب أختي ريم، نحن الحزب الإسلامي ليس عنده إشكالية مع التحالف ككيان، وده كيان مهم، لأنه هذه تنظيمات معارضة وقوة حقيقة صمدت قيادات وتنظيما في يعني أصعب الظروف وكونت المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. الفكرة اللي طرحناها نحن الآن، هذه التحالف نريد أن يكون قوة مراقبة وقوة دفع للمجلس الوطني، لأنه نحن نريد أن ندفع شاعرين بمعاناة الإنسان الريتي. الإنسان الريتي الآن متذمر في كل مكان، حتى اللي موجود في أوروبا الآن قاعد يدفع ألوف من الدولارات عشان ينقذ طفلة مثل أحلام. ويتألم أن طفلة حقيقة إريتريا تسأل بعد هذا كل نضال، بعد هذا كل جهد من جهد السياسة والجهد الكفاح المسلح 50 سنة، نسأل في حالة أن طفلة إريتريا تقتطف يعني. فالفكرة اللي موجودة يا أخوانا، نحن الآن في هذه المرحلة من خلال هذا الإنجاز اللي أنجزناه نركز بحيث نحن يكون كل جهدنا نرفع معاناة شعبنا، وبالتالي قوة المعارضة الإريتريا لا تتنافس في المناسب، ولكن تدفع في اتجاه التغيير الديمقراطي، وتكون هي مراقبة قوة الدفع للمجلس الوطني. لو انحرف من مساره ان هي هذه القوة موجودة، وبالتالي يكون المجلس المركزي باقي ولكن لا تكون تنفيذية، وندعم تنفيذ المجلس. طيب اسمحوا لي ناخذ اتصالات مشاهدي الكرام. ناخذ الاتصال الاول من نور الدين من السعودية. مرحبا يا نور الدين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله اختي الكريمة، اولا احييك واحيي البرامج الطيب، كما احيي الاخوات الكريمين الاستاذ عبد الكريم مصطفى والاستاذ محمد نور كراني. وبسبب مداخلة في هذه النقطة بالذات الذين يتحدثون حولها الآن، وهي مسألة التحالف والمجلس الانتقالي الوطني. صح أن الحزب الإسلامي العدالة والتنمية سحب عضويته من التحالف بقرض دعم المجلس الانتقالي الوطني، وبحيث المجلس الانتقالي الوطني أيوة نور الدين، ما زلت معنا للأسف، نتمنى أنك تعود الاتصال. ناخذ محمد. مرحبا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نعم، إنني أريد أن أسأل ضيفيك، تفضل. هل لديكم مساحة إعلامية كحزب إسلامي تعرفون الشعب الإريتري من خلالها حول مشاريع حزبكم؟ لأن النظام يستغل الاسم في إبعاد وتخويف طرف المسيح الإريتري، ويبعث عليهم هواجس على أن الحزب الإسلامي يريد فرض حكم الشريعة على الشعب الإريتري. صحيح. طيب يا محمد، شكرا لسؤالك. حامد من السعودية، مرحبا يا حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الله يرضى عليك. أنا عندي أيوة يا حامد. أين الإعلام في الإعلام؟ أنتم أين من الإعلام؟ قولي لهم بس الإعلام بتاعكم ليش نايم؟ أين أنتم من الإعلام؟ طيب يا حامد شكرا لك على هذا الإسهام. نور الدين رجع مرة ثانية من الدوحة. نور الدين حامد. أيوة، أحييك وأحيي قناة الحوار وهذا البرنامج الناجح، كما أحيي الأخوين الكريمين أعضاء مجلس الشورى الحزب الإسلامي العدالة والتنمية.
أيوة. الأخ عبد الكريم مصطفى والأخ محمد نور كراني. ولكن مداخلتي وسؤالي في هذه النقطة بالذات المجلس الانتقالي الوطني والتحالف الديمقراطي الإريتري. صح أن الحزب الإسلامي سميته من التحالف الدعم للمجلس الانتقالي الوطني، إلا أنه كثيرين من قوى التحالف والتحالف الوطني يحسبوا للحزب الإسلامي أنه هو يتبع بالاتجاه منظمات المجتمع المدني والتحرر، وإن كان هذه محسوبة للحزب الإسلامي من ناحية الشرعية الوطنية. الآن مجلس الانتقال الوطني يمثل الجهة الرسمية والجهة الشرعية، وعليه إجماع من كل قوى المعارضة ومن كل قوى منظمة المجتمع المدني وغيره. وهذه خطوة تحسب للحزب الإسلامي، نحن نؤيد الحزب الإسلامي على ذلك. إلا أننا نرى من الأحزاب الآخرين ومن بقية قوى المعارضة يحسبوا على الحزب هذه النقطة. ولماذا؟ الإجابة أن المجلس الانتقالي الوطني يتكون من مستيفوزاء متعددة، بيتهم التنزيمية قد تكون يعني شركاء متشاكسون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب. كثير من القوى حاولوا أن يحجموا الدفع بالاتحاد والقوة للمجلس الانتقالي الوطني، وهذا أدى إلى تراجع أداء المجلس الانتقالي الوطني، ويروا أن التحالف هو أقوى لأنه مبني بنية تنظيمية. طيب. على أساس تنازيم لها أرضية على الواقع. أخ نور الدين، يعني باختصار حتى نأخذ كمان اتصالات أخرى، يعني لو عندك سؤال سريع يعني لو سمحت. طيب السؤال مباشر. فضل. أقول لماذا الحزب الإسلامي يتمسك بالمجلس الانتقالي الوطني والآخرين عازفون عنه؟ وأين إنجازات المجلس الانتقالي الوطني الآن؟ وأما وقد يرتب له الآن إعداد اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم. شكرا لك. هذه الفترة لم نرى شيء. نعم. من المجلس الوطني، وذلك إعاقة الآخرين له. شكرا لك. وصلت. شكرا. نأخذ اتصال آدم من بريطانيا. آدم. آدم. أيوة. تفضل. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أنا اسمي آدم وحبيت أسأل ضيوفك، هل هو فأنا كنت مسلم لكن مسيحي الآن، فهل أدار أشوف السياسة متابعة لأقوال الكلمة البرنامج، فأدار أشوف أنه هل الإسلام حيكون في أريتريا هو حلل ويوصلهم لأهدافهم؟ طيب يا آدم الإسلامي. طيب شكرا. شكرا لك. شكرا. نأخذ صالح من إيطاليا. فقدنا الاتصال. طيب نأخذ من آخر اتصال، يعني لأنه غريب شوية. آدم بريطانيا، هل الإسلام يكون حل؟ نعم. هو حقيقة إريتريا يعني عندها مكونات ثابتة. نعم. وهذه المكونات لو أنا أستطيع أن أحللها هي مكونات ثنائية. نعم. تتمثل في الدين الإسلام والمسيحية، الثقافة الأول اللغة العربية والتجرينيا، الثقافة العربية الإسلامية والثقافة المسيحية، الانتماء التاريخي للجذور العربية والجذور الأفريقية يعني. نعم. فالإسلام حقيقة قادر على أن يلعب دوره في كثير من قضايا، وبالتالي الحركة الإسلامية الآن قاعد تقدم مشاريع وحلول للشعب الإريتري من منطلقات إسلامية. نعم. ولا تريد أن تفرض هذه المنطلقات على الشعب، لكن نحن نقول نحن هذه بداعتنا يا جماهير الإريترية، وهذه مشاريعنا ورؤيتنا، وخلي الآخرين الاشتراكيين والعلمانيين وحتى الأخوان المسيحيين أن يقدموا بداعتهم في ظل السوق الوطني هذه، ولنتنافس من خلال أفكار ومن خلال حلول لمشاكل إريترية. لكن إبعاد الدين الذي يحاول البعض، والدين أنا ما أقصد به فقط الإسلام، حتى الأخوان المسيحيين متدينين يعني. صحيح. فبالتالي حقيقة يعتبر هذا أحد المكونات الرئيسية للجماهير الإريترية وللشعب الإريتري. نريد أن تكون هذه تراعى في القوانين، تراعى في الدساتير، وتراعى أيضا في كثير من برامج التي، فأنا أعتقد الدين هو جزء من الحل. نعم. وليس جزء من مشكلة في إريتريا. طيب. أستاذ عبد الكريم، لديك كمان بعض الأسئلة من المشاركين، يعني لا أدري أي سؤال تحب. موضوع الإعلام يعني إحنا. نعم. طبعا أنا أول أعترف. نعم. أعترف نحن ضعفاء في الإعلام، هذا بشكل عام ضعف عام في المعارضة الإريترية. نعم. وقد نكون نحن برضو من الناس اللي فعلا في مؤتمرنا الآن قدمت ورقة بالنسبة للإعلام وحتعالج. أول نحن عندنا صفحة الخلاص أورج. نعم. الناس تستطيع عبر هذه الصفحة يعني تتعرف بنا وتتعرف على حزبنا. نعم. وعندنا يعني نشرة شهرية اسمها النبأ. نعم. لكنها لا توزع
الإشكالية لا توزع، وقد يكون يعني التقصير مننا. حقيقة رسالتنا أيضا قد تصل باللغة واحدة ولن تصل بلغات مختلفة، وضروري جدا يعني الآن نحن حنعالج هذا بالذات اللغة التجرينية، يعني ضروري نحن حنهتم بها في المرحلة القادمة وحنوصل رسالتنا، لأن الطرف الآخر يعني كثير يعني عنده تساؤلات، من ضمنه أنت طرحت هذه التساؤلات. صحيح محمد، أيضا من السويد يعني هل نعم يكون مساحة إعلامية لتعرف الشعب نعم الإريتري بالضبط، لكن نحن فعلا مقصرين نحن في المناحي الإعلامية، ولكن إن شاء الله حتعالج، نوعدكم في المرحلة القادمة في دماء جديدة أتت، في دماء عندها إمكانيات الآن إن شاء الله الحزب يعني ستروه في طوره نعم الجديد إن شاء الله. نعم يعني أيضا هناك نور الدين من السعودية أعتقد. نعم موضوع بالمناسبة عن المجلس، يعني هو التحالف الآن يعني لم يعمل شيء ولا المجلس أيضا عمل شيء، نعم هو إشكالية، والإشكالية أنا في رأيي ذكرتها نعم أنه نفس التحالف عنده إشكالية، لكننا نحن الآن يعني رجوعنا إلى التحالف وتراجع كل مكتسبات اللي أصلا التحالف نفسه يعني كونها أو سعى إليها يعني. فنحن الآن عندنا مجلس نعم معطل، جزء معطل، وبالمناسبة المجلس جزء نعم كثير عمل منه يعني نعم مشوا زاروا دولة قطر، زاروا الاتحاد الأوروبي، في قضايا كثير عملها المجلس يعني نعم. فنحن نبني على الموجود الآن. صحيح نبني على الموجود. المجلس موجود، كيانه موجود، تنظيماته موجودة. طيب. أوراقه موجودة، ممكن نحن في المؤتمر الجاي يعني نشوف السلبيات اللي في الماضي اللي عملناها ونصححها كذا يعني. طيب. أما التراجع للتحالف نعم ما صحيح. أستاذ ناخذ اتصال أيضا الأستاذ عبد الكريم من السعودية من صالح. مرحبا يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحيي ضيفك الكرام ونحييك ونحيي قناة الحوار. أنا أسأل لضيوفك الكرام سؤالين. تفضل. أولا هو السؤال، اليوم قد وضح هذه النظام عن نياءه السيئة في ذكر أفعبد، شاهدنا في لقوس تخلمنجوس تشاينا سبحات أفريم عمر طويل تحت إقامة جبرية، عبدالله جابر مصطفى نور حسين تحت الاعتقال، رمضان أولية لا ندر عنه شيئا، صالح عثمان وغيرهم تحت الاعتقال والتعذيب. هذا الحديث سبقه تصريحات يمانة جبرآب، لا يوجد فرق بين عمل أسياس وهيلة الله. هل أسياس يقود الشعب الإريتري إلى حروب طائفية لا تحمد عقباها؟ وما هو حزب الإسلامي الموقف من هذه؟ طيب. السؤال الثاني، في حفلة أفعبد استعان أسياس للحراسة في الحفلة بمعارضة ويانة تجراي، هل أسياس فقد ثقته في الجيش الإريتري؟ أما السؤال الثالث والأخير يا أخي، هذا رأي أفعبد تذكرنا أولها مرة وثانية حلوة، ماتت الأبطال وبقت الجبناء، ماتت الأحرار وبقت الأشرار، نفرح بالتحرير إن الأحرار حرروا البلد، ونشعر بالحزن إن وبالظلم إن الأشرار حرقوا البلد والأرض. 25 سنة من تحرير أفعبد. طيب. في هذه الحفلة تذكرنا 19 نزارها وشيوخها ومشايخ القبائل وتجارها الذين قتلوا بيد الأشرار، نحلم أن يسلم القتلاء السيوف والجمال وينسوا المقتولين، نخجل من أبناء أفعبد أن يرقصوا في دماء أبائهم وأجدادهم. هذه يا أخي الكريم أنا أقول لك إن الحزب الإسلامي ورؤيته بعيدة جدا، وإن الأخوان رؤيتهم عندهم نظر بعيد في العالم، وحققوا إنجازات في مصر وإن شاء الله حيحققوا في العالم كلها. لكن يا أخي الكريم نحن في إريتريا ينقصنا الرؤية البعيدة والاستراتيجية البعيدة ومعرفة الشعب الإريتري، وحتى يعني ليس مؤهلين في الثقافة لنقود هذه. هل أنت اليوم نخجل أنه المعارضة أسياس يقتل ويبيع ويشتت؟ طيب. ولكن المعارضة اليوم بتنقسم ونقول اليوم حزاب وقبائل، ف
فأنا أقول لكم يا أخوة واحدوا صفوفكم، وإن الشعب الإريتري اليوم مستعد للتغيير. السياسة اليوم زال في قطر ما تسول. طيب أخ صالح، يعني نكتفي بهذا القدر. نشكر لك كل هذه المشاركة المؤثرة جدا، شكرا لك. نأخذ اتصال سعيد من قطر. سعيد. نأخذ عمر من قطر. عمر مرحبا. إدريس من بريطانيا. إدريس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخت الفاتحة. أهلا وسهلا. أشكرك كل الشكر، أنت تعتبر منادي لفعلنا، وأشكرك. شكرا. وأشكر بالأخوة الأفاضل الذين أتوا من السويد. أخت الفاضلة سؤالي. تفضل. اليوم نحن المسلمين إريتريا. نعم. دائما نقول أخواننا المسيحيين أخواننا، هذا الطبطب ودفن دفن الرؤوس في الرمال نتركه. اليوم حقوقنا سلبت، نحن اليوم لعبنا بحقوق آبائنا وأجدادنا، حملوا السلاح. اليوم إريتريا أصبحت دولة مسيحية، لا ندفن رؤوسنا في الرمال. إن لم نحمل السلاح والله الحق لم ينتزع. اليوم أبناءنا أصبحنا قجر أوروبا وقجر أفريقيا، أولادنا لا يعرف إريتريا. فأخ الفاضل الإخوة بالذات الإخوة الإسلاميين ما يسمى الإسلاميين، يجب أن نحمل السلاح وأن نأخذ حقنا أو ننتزع حقنا. طيب. بقوة السلاح. طيب يا إدريس، شكرا. بارك. شكرا على هذه المشاركة. بارك. عودة إليكم سيد عبد الكريم. يعني لا أدري أستاذ محمد نور، يعني من أين نبتدأ؟ من أفعبت. من أفعبت، يعني أولها حلوة وآخرها مرة. هذه الذكرى أنا حقيقة يعني أفعبت ونقفة، يعني أرض السمود وكل مدن الإريتريا حقيقة تعيش الآن مأساة، والحلم الذي كان عندنا الآن أصبح إلى فعلا يعني كثير من الإشكاليات تواجهه. يعني لكن هل نستسلم؟ هل المطروح ولهذا الحزب الإسلام حقيقة يعني عنده كثير من الاستعجال، لأنه قاعد يشعر بمآثات الشعب الإريتي الآن. وصل أي إنسان إريتي سواء كان في واشنطن أو في لندن أو في الرياض. ما دور الحزب الإسلامي في ترجمة هذه الذكرى؟ الحزب الإسلامي في ظل المعتقلين والمعذبين الذين يعني يعتقلهم النظام اليوم. أول الأخ اللي ذكر من ناحية الجانب الطائفية والأخوة المسيحيين، نحن حقيقة في وصفنا هذا النظام، وليس نحن حتى أخوة أكاديميين مستقلين في وثيقة إبراهيم المختار. عن طريق الإحصائيات وصلوا أن كثير من المناصب السيادية في إريتريا في يد الإخوان المسيحيين. وعندما نقول إخوان المسيحيين، نحن هم عايشين في وطن واحد. لا نريد أن نلقيهم ولا أن يلقونا. وبالتالي نحن ذلم السياس لا يدعونا نحن أيضا أن نكرر نفس الذلم. نحن نريد أن تتحقق في إريتريا العدالة، وأن تتحقق إريتريا التنمية. وبالتالي نحن هم أخوة في وطن. كويس. وإن كان فرقنا الدين. ونكون تعايش. وبالتالي نحن نسعى إلى التعايش بين هذه المكونات إريتريا. وكل ذا حق أن يأخذ حقه. وبالتالي أفعل زي ما كانت يعني مكان لمهد النداء، لابد ان تكون ايضا لمهد التنمية يعني. والحزب الاسلامي يرى كل الوسائل، لكن حقيقه اختي انا اللي اريد اركز فيها الجماهير الاريتريه وبالذات المسلمه منها. لم تتحمل الان مسؤوليتها في دعم كثير من التيارات والقوى اللي موجوده للتغيير. السياسه الان بعض الناس واقفين معه الان يرى انه يمثل خيارهم. الناس اللي ترى هؤلاء قوى المعارضه اللي تمثل خياراتها واللي يطلب ان تكون مجتمع الان في المجلس الوطني، كم من دعم ماديا المجلس الوطني للتغيير الإريتري؟ كم من الإريتريين خرج من المظاهرات الآن؟ لو قلنا في الشرق عندهم إشكاليات، في الغرب الآن متاح. إذن الإنسان الإريتري لابد أن يتحمل مسؤوليات أمام التاريخ، يتحمل مسؤوليات أمام نفسه كإنسان، ويتحمل مسؤوليات أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يطالب الآخرين أن يقدم، لابد أن يدفع قوى المعارض الإريتري هذه بأن ترفع من وتيرتها، بأن تدفع من جهدها. لكن الجماهير الإريتري لابد أن تكون زي ما كانت مستعدة ومعطاءة بالمال وبالوقت وبالأبناء، أن تكون في هذه المرحلة أيضا من أجل أن نغير مرة وللأبد، وأن تنعم الأجيال القادمة بالسلام والأمن في إريتريا. يعني حقيقة إذا المسؤولية مزدوجة بين القوى السياسية أن تدفع أن ترفع من مستواها، وأيضا الجماهير أن تدعم، أن تكون لها أيضا رؤية مستقبلية. الرؤية موجودة. المجلس الوطني الآن عنده رؤية، عنده يعني التصور عنده حول بعد إسقاط النظام كيف حيكون حوار مؤتمر الحوار الوطني في أسمرة، كيف حتشكل الحكومة المؤقتة. هذه كل خيارات موجودة زي إخواننا السوريين الآن اللي يبحثوا فيه، ونحن عندنا له جاهز يعني. لكن متى يتحقق؟ ليس في أديس أبابا ولا في خرطوم. لابد أن يتحقق في أسمرة. حتى يتحقق في أسمرة لابد كلنا كجماهير وكقوة سياسية أن ندفع في هذا الاتجاه. شيء جميل. أستاذ عبد الكريم، يعني أستاذ محمد نور، أستاذ عبد الكريم، في رسائل قصيرة، يعني طبعا شرفنا على انتهاء البرنامج. ما هي رسالتك؟ رسالتي أنه يعني زي ما كما ختم أخونا محمد نور، أنه رسالتنا للجماهير أن تتحمل مسؤوليتها. الأحزاب
الإسلامية والوطنية والعلمانية كلها بكل مسمياتها تفعل ما تستطيع، نعم، تسعى ما تستطيع. ونحن حقيقة الجماهير هي اللي فعلا يعني تقول لهذا الحزب أخطأت أو يعني أصبت. الجماهير يعني لابد أن تدعم هذه الأحزاب، ولابد أن تقول الحقيقة. إذا يعني حزب أخطأ تقول يا حزب أخطأت، وإذا أصاب تقول يا أصبت يعني. فنحن نريد حقيقة المرحلة القادمة هو دور الجماهير. إريتريا، إريتريا يا أخواننا يا أخواتنا يا إريتريين، هي تكون أو لا تكون كدولة كوطن، تكون أو لا تكون. نحن في مرحلة أسوأ مراحلنا في تاريخ في تاريخنا كلنا. نحن في هذه المرحلة الآن بعد بالذات بعد 21 يناير إن لم نستغل الظروف، الظروف الآن متاعية مؤاتة حقيقة أن نوحد صفوفنا. والآن في بشارات زي ما قال أخونا إدريس، العمل العسكري بالمناسبة وارد، 7 تنظيمات الآن وحدت، ولكنها ما لا تملك فلوس، تملك رجال، تملك فعل الناس يضحوا ولا تملك المال. نعم. فأنتم عليكم بالمال والرجال موجودون إن شاء الله اللي يغيروا السياسة. أنا حقيقة الرسالة اللي وجهها أولا على مستوى الحزب، الحزب الإسلامي سواء كان من توجيه الشورى أو أن حتى أي واحد أن يكون أن يساهم بهذا الحزب بإمكانياته وأن يكون عضو، وكل تنظيمات المعارضة تحتاج إلى أفكار، تحتاج إلى كوادر حتى يدفع من تجاهها. أيضا نحن الرسالة لتنظيمات المعارضة وبالذات أخواننا في التحالف الوطني اللي حيعقد مؤتمرهم، نحن الآن هذه الإشكالات الموجودة اللي تواجه الشعب الإريتري نريد أن نتجاوزها، وبالتالي نحتاج التحالف أن يكون كقوة دامنة لمسيرة المجلس الوطني حتى نصل إلى بر الأمان وفي إريتريا، وليس آنيا حتى نريد أن نكون حكومة الوحدة الوطنية للأمام ثم حتى تنعم إريتريا وتتجاوز كثير من الإشكالات اللي قاعد تعيشها مصر وتونس. طيب طبعا نشكر وجودكم معنا عضوي مجلس الشورى، ضيوفي الكرام، ضيوفي ملفات إريتريا الأستاذ عبد الكريم مصطفى والأستاذ محمد نور كراني عضوي الشورى في الحزب الإسلامي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، وكان موضوعنا اليوم دور الإسلاميون في المعارضة الإريترية. إلى ملف جديد نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، كونوا في انتظار ملفنا القادم، وهذه تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.